بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نشكر قارئ القرآن على ما أتحفنا به وعطر مسامعنا. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو التأصيل الإسلامي لحرية التعبير، والذي بطبيعة الحال لا يعتريه، أي التشريع الإسلامي لا يعتريه التناقض ولا النقص. فكيف أصل القانون الوضعي لذلك، خصوصا القانون البحريني؟ جاء في دستور مملكة البحرين المادة 19: الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. وجاء في المادة 22 من الدستور: حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد. وكذلك المادة 23: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. كل هذه مبادئ جميلة ورائعة تتوافق مع الحقوق الإنسانية والمبادئ السامية والكرامة الإنسانية، ولكن أين الخلل؟ ولماذا نسمع الانتقادات المتتالية للبحرين فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي؟ لنلقي نظرة سريعة على قانون العقوبات، باعتباره أنه القانون الأكثر ملاصقة فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي، ولنسلط الضوء على بعض قواعد، نظرة سريعة على بعض المبادئ والمواد التي جاءت في قانون العقوبات. المادة 165 تنص على: يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به. المادة 168، يعني نضع ما بين قوسين التحريض وكلمة الكراهية، ماذا تعني الكراهية وكيف تفسر الكراهية في البلد، وما هي الضوابط التي ممكن أن نفسر بها هذه المواد. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار من أذاع عمدا أخبارا أو بيانا أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
أيضا هنا نضع خطين تحت الضرر بالمصلحة العامة. المادة 174 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض. ما أتكلم عن مخدرات، أتكلم عن صورا من شأنه أو من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد، سواء كان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأي طريقة أخرى. وكذلك هذه المادة في الأخير فتحت الباب أمام السلطات لتفسر المادة حسب ما تريد. هذه عينة من بعض القواعد القانونية التي فيها ما فيها من التناقض مع مبادئ الدستور الجميلة الرائعة التي تحدثت عن حرية التعبير. والسؤال، إلى متى سيستمر الخلل؟ وإلى متى سنبقى متخلفين عن ركب الحضارات الإنسانية المتقدمة؟ نرحب بكم في هذه الندوة والتي نستضيف فيها الأستاذة المحامية منن الدرازي، والتي تتحدث بورقة حول حق التعبير وحرية الرأي، الضوابط والحدود، وكذلك الأستاذ المستشار القانوني إبراهيم سرحان الذي سيتحدث عن الحماية الدستورية لحق التعبير وحرية الرأي، فليتفضلوا مشكورين ليلقوا بأوراقهم. تفضلوا. نبدأ بأستاذة منن. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا أشكر الأخوات والإخوة على حضورهم، أشكر الجمعية على استضافتي في هذا اليوم. طبعا هذه الأمسية تتكلم عن حرية التعبير وحرية الرأي. حرية الرأي وحرية التعبير بصراحة إحدى أهم الحريات الإنسانية التي كفلها الدين الإسلامي وتكفلها الدساتير العالمية والعربية. كما تحدث الزميل مشكورا، فإن التأصيل الإسلامي والتأصيل القانوني أعطانا نبذة عنه. ما معنى حرية الرأي؟ حرية الرأي بكل بساطة تعني حرية الضمير، حرية الاعتقاد، حرية اعتناق الآراء. قال الله عز وجل في كتابه لا إكراه في الدين، وكذلك نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. طبعا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صادقت عليه البحرين سنة 2006، فيكون بمقام التشريع العادي. نص على الحق في حرية الرأي في المادة 18 في الفقرة 1 منه، فقرر أنه لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة أمام الملأ أو على حدة. ونلاحظ أن أغلب الدساتير العالمية سواء كانت لدول ديمقراطية أو غير ديمقراطية جميعها نصت على حرية الرأي وثبتت احترامها في دساتيرها. حرية الرأي تختلف عن حرية التعبير. حرية التعبير تعني التعبير عن هذا الرأي، تعني بكل بساطة أعتذر، حرية التعبير ترتبط ارتباطا وثيقا
الله سبحانه وتعالى يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. البعض يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشمل الأمور الدينية فقط والعبادية والعقائدية، بل يمتد ليشمل النشاط الإنساني في جميع الأمور الحياتية، في السياسة والثقافة والاقتصاد. وبالتالي هذا الحق يعتبر حق وواجب في آن واحد، يعتبر عملة ذات وجهين لا يجوز مصادرته أو التضييق منه، ومن يعمل على خلاف ذلك فإنه يؤسس إلى الاستبداد والديكتاتورية. إلا أن ذلك لا يجب أن يؤدي إلى التعسف في استخدامه، يعني أنا عندي حرية ما أروح أذي غيري فيها، في حرية التعبير. وكذلك نص العهد الدولي الخاص بينت لكم أنه بمقام التشريع العادي في المادة 18 في الفقرة الثالثة منه أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلى القيود التي يفرضها القانون، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة والنظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. طبعا هناك عدة معايير تبين كيف يكون هذا التعبير مقبول. في الولايات المتحدة هناك اختبار ميلر يعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسية. أولا، إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون أن طريقة التعبير هذه مقبولة، وثانيا إذا كانت طريقة إبداء الرأي لا تتعارض مع القوانين الجنائية للولاية، ثالثا إذا كانت طريقة عرض الرأي تتحلى بصفات فنية وأدبية جادة. وبالتالي أتمكن من تعريف حرية التعبير بأنها هي التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني بدون رقابة أو قيود حكومية، بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير. وهناك أيضا حقوق مجاورة لحرية التعبير مثل حرية العبادة، حرية الصحافة، حرية التظاهر، حرية التجمع، حرية الاجتماع، عدة حقوق مجاورة. والحرية الشخصية لها حدودها على الدوام، لكنها لابد أن تثبت القيم الإنسانية مصدر لحدود الحرية الشخصية. لابد أن نحقق التوازن بين الحق وبين الواجب. حريتي ما ممكن أن أتعدى على حريات الناس ومذاهبهم أديانهم وأسيء إليهم أو أجرحهم بفضل أنني أبغي أعبر عن رأيي بحرية، وعندي حرية التعبير ما أجرح غيري. في الدول العربية ذكرنا أن معظم الدساتير نصت على احترام حرية التعبير، لكن نلاحظ أن هناك انتهاكات كثيرة لحرية التعبير. إحنا هني الدستور مثل ما ذكر الزميل نص على احترام حرية التعبير ونص عليها، لكن ذكر أنه هناك يجب أن لا يمس هذا التعبير بأسس الوحدة الإسلامية ووحدة الشعب، وما لا يثير الفرقة والطائفية والوحدة الوطنية. وبنلاحظ لكن في نص المادة 31 من الدستور نفسه أن الدستور قرر أنه لا يجوز أن ينال هذا التنظيم من جوهر الحق ذاته. ولكن بنلاحظ مثل ما ذكر الأستاذ، ذكر أن هناك في قانون العقوبات عدة قيود قوضت ممارسة حرية التعبير، لكن هذا بالنسبة للمدنيين. لكن هناك قوانين أخرى أدهى وأمر. إذا بتلاحظوا مثلا هناك قانون العسكريين اللي يخضع على العسكريين، يعني يصادر وينال من حريتهم في التعبير، بالذات أيضا الوظائف ذات الصبغة السلطوية، الدبلوماسيين، القضاء، الموظفين العموميين، يعني عدة أمور تقوض الحق في التعبير. سنرى هنا رأي للمحكمة الدستورية العليا في مصر، والتي اعتبرت الحق في التعبير أسمى من هذه القوانين، حيث تنص على أن حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز أن تقيد بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي توخى قمعها. طبعا هذا رأي جدا محترم للمحكمة الدستورية العليا المصرية،
ونتمنى أن يتم تطبيقه هنا، لكن لابد أن نكون على دراية أن هذا الحق أثار جدلا كبيرا في العديد من الدول. وطبعا أغلبنا ما يعرف الرسومات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي عرضها فنان دنماركي، هذا الشيء أثار أزمة سياسية واقتصادية بين البلدين، ما حد بيرضى على دينه، فلازم أن تكون هناك حدود دنيا. أيضا هناك مخرج لفيلم هولندي، مخرج هولندي تم قتله بسبب أنه أخرج فيلما مسيئا للإسلام والمسلمين. هناك أيضا إحدى الممثلات يعني سوت فيلم بينت فكرة مفادها أن المرأة في الإسلام معرضة لأنها تكون في حالة أنها تتعرض لاغتصاب من قبل أفراد العائلة وأنها مضطرة لأن تسكت، كما بينت أن المرأة إذا أقامت علاقة خارج إطار الزواج أنها معرضة للجلد، يعني عدة أمور كانت تسيء للإسلام بحسب الفيلم اللي هي أنتجته. كل هذه الأعمال وغيرها أدت إلى وجود ضرورة بعض الضوابط والمحددات الأخلاقية. نذكر منها على سبيل المثال: 1- عدم التعرض بالإساءة للمعتقدات الآخرين، لأن المعتقد هو المؤثر الأول في المشاعر الإنسانية، والإساءة له تثير ردود فعل غير محسوبة من أصحاب المعتقد، مثل ما ذكرنا الدنمارك والبحرين. أتذكر فترة من فترات كانت هناك مقاطعة، هذا الشيء سبب أزمات سياسية ودبلوماسية بين البلدين بسبب فعل شخص واحد وهو المخرج اللي أساء للنبي. ثانياً، عدم تكفير المسلم والافتراء عليه، لأن حرية التعبير تكفل لك حق التعبير عن رأيك، لكن أنت إذا عبرت عن رأيك وكفرت هذا الشخص المسلم، شنو نتيجة هذا التكفير؟ أن دمه يهدر. إذا أهدر دم أنت صادرت حقه في الحياة، الحق في الحياة مقدم على حق في حرية التعبير. ثالثاً، عدم التطاول على الذات الإلهية أو الأنبياء والرسل، وهذا الشيء يرجع لسببين اللي ذكرناهم أيضاً. وبما أن حرية التعبير عن الرأي تفسر بأكثر من معنى، فإن هناك أطر معينة إحنا نقدر نوجزها بما يلي: 1- أن يستهدف حق التعبير عن الرأي الصالح العام للمجتمع وأن لا يستغل لأغراض مريبة. 2- أن يمارس هذا الحق بطريقة لا تستفز الآخرين وبقدر من الحكمة. قال تعالى كما ذكر الزميل، كما ذكر القرآن الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. 3- أن لا يستخدم هذا الحق في قضايا تدعو إلى إشاعة الرذيلة والفساد داخل المجتمعات. 4- الابتعاد عن منطق الاستبداد بالرأي، وأن لا يعتقد صاحب الرأي أنه على صواب دائما في حقه، الاختلاف مطلوب طبعا. 5- أن لا يتم التعدي على حريات الآخرين بالتحريض على القتل أو الاعتداء أو الاحتلال بحيث يتم سلب حقوق الآخرين. ورقتي أكملتها، أشكركم على حسن استماعكم. شكرا أستاذة منان الدرازي على هذه الورقة، أشير بأن راح نفتح باب المداخلات بعد تفضل أستاذ إبراهيم في تقديم ورقته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واقع الأمر، مسألة حق التعبير وحرية الرأي من أعقد المصطلحات التي يناقشها فقهاء القانون الدستوري. المعروف بأن التساتير عندما وضعت وكانت فلسفة وضع هذه التساتير هي كانت بسبب أزمات تاريخية، لو بحثنا في التاريخ خصوصا في الدول الأوروبية والصراعات المتحصلة، ومن ثم كتبت مواثيق حقوق الإنسان أو المعاهدات التي تضمن استقرار الأزمات. عندما بحث الفلاسفة في هذه الأزمات وجدوا بأن عصب الديمقراطية أو تأسيس إلى الدولة الحديثة والتي من الممكن أن تحترم حقوق الإنسان، وجدوا أن هذا العصب هو في حق التعبير وحرية الرأي.
سأكرر كثيرا بأن عن مصطلح حق التعبير وحرية الرأي. في الفقه الدستوري ليس هناك حرية التعبير، هناك حق التعبير وهناك حرية الرأي، وهناك فرق كبير بين الحق والحرية. طبعا الدولة القانونية عندما تؤسس تقوم على أساس الحقوق والحريات، وإذا بحثنا في كل دساتير الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية تجد أن أهم باب في الدستور هو باب الحقوق والحريات، لأن الحق وجد قبل القانون، القانون ما هو إلا أداة لحفظ هذه الحقوق والحريات. أنا أعددت ورقة مقتضبة جدا حول الحماية الدستورية لحق التعبير وحرية الرأي، لأن هذا المجال واسع ممكن أن تبحث فيه في كل المجالات، ورأيت أهم موضوع وهو ما تفتقد له الدول الديمقراطية حتى الحديثة بمفاهيم أصبحت أكثر مناقشة وطرحا في الفقه الدستوري. الحماية الدستورية طبعا ترتكز على أهم أربع نقاط، وهي الأساس الدستوري لحق التعبير وحرية الرأي، هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية سلطة المشرع العادي أي البرلمان في تنظيم حرية الرأي وحدودها، والنقطة الثالثة في الحرية ليست مطلقة، والنقطة الرابعة أنا أعتذر بأن أطرح هذه لأن فيها جانب فقهي قانوني أكثر، وهي تأصيل، وهي بعنوان بين الحق والحرية تكمن أو تكون الرخصة. الأساس الدستوري إلى حق التعبير وحرية الرأي، طبعا لو نظرنا إلى على أقل تقدير النص في دستور مملكة البحرين لن يختلف عن نصوص الدول العربية في مضمونه، يعبر عن حق التعبير بأنه مكفول. هنا يبدأ بأن حق التعبير مكفول، أي مصان من أي اعتداء، سواء كان من المشرع الدستوري الذي يضع الدستور، وإلى المشرع العادي الذي يضع القانون، وإلى المشرع التنفيذي وهو القرار الإداري. بطبيعة الحال المشرع الدستوري هو مرآة للإرادة الشعبية، أو هو ممثل للإرادة الشعبية، فلا بد أن يكون هو يضع هذه الحقوق في قالب الدستور ويضمنها ويكفلها ويضع أيضا الحماية لها. يعبر دستور مملكة البحرين بأن حق التعبير مكفول ويضع فاصلة، ثم ينتقل إلى حرية الرأي ويقول ينظمها القانون. شوف لاحظوا هني، هو قال أن حق التعبير مكفول لأن الحق هذا لا يجوز المساس به بتاتا، هناك إجماع لدى كل، يعني حسب قراءتي كل فقهاء القانون الدستوري، بأن حق التعبير يعبر عنه بأنه أم الديمقراطية، لا يجوز المساس به بتاتا تحت أي ظروف كانت، أو كما تعبر عنه المحكمة العليا الأمريكية بأن حق التعبير هو الحارس للديمقراطية. يعني لا تكون دولة تدعي أو تمارس أو تطبق الديمقراطية بدون هذا الحق. إذن هناك أساس دستوري، وأيضا أكرر بأن هذا الدستور هو أفرغ الحق في هذا القالب، لأن الضمير البشري والصراعات التي سبقت وضع أساس الدساتير هي كانت موجودة هذه الحقوق، ثم أفرغها في هذا الدستور. ثم ينتقل دستور مملكة البحرين ويقول بأن حرية الرأي ينظمها القانون. ينظمها القانون، هناك في قاعدة لدى القانونيون في القانون
القاعدة المعروفة بين الاختصاص المقيد والسلطة التقديرية، سواء كانت للمشرع الدستوري أو للمشرع الاعتيادي أو العادي. هذه القاعدة، قاعدة الاختصاص المقيد، بأن القانون الذي ينظم، الدستور يقول ينظمه القانون، أي ينظمه، تنظم السلطة التشريعية. عندما يعطي هذا هو الاختصاص بأن البرلمان هو الذي ينظم هذا القانون، ولكن يفتح له سلطة تقديرية، ثم يشترط، أو في نهاية المادة لو دققنا فيها يشترط بأنه لا يمس أصل الحق وليس أصل الحرية. إذن أصل الحق التعبير لا يجوز حتى السلطة التشريعية لا تعتقد بأن سلطتها مفتوحة وهي مطلقة. لا، السلطة مقيدة حسب الفقه الدستوري. هناك ثلاث أنواع من الحقوق والحريات للمشرع الاعتيادي، أو بين قوسين البرلمان، لابد أن يراعيها. هناك حريات وحقوق مطلقة، أي أنها وردت في الدستور مطلقة بغير قيد تحد منه، وغير محال فيها إلى القانون لتنظيمها. بعض المواد الدستورية عندما تقرأ فيها راح تلاحظ أن ما في إحالة إلى المشرع الاعتيادي بأن ينظمها. هناك حقوق أصيلة مثل حق ممارسة الشعائر الدينية، هل يحق إلى السلطة التشريعية تشرع إلينا قانون وتروح تكبل الشعائر الدينية وتحصر؟ ما يجوز إليها، الدستور كفلها، لأن قبل صياغة الدستور هذا الحق موجود وهو حق أصيل. أيضا حق التعبير، حق التعبير من الحقوق المطلقة، لا يمكن للسلطة التشريعية أن تقيدها، تقيد حرية الرأي، حرية الإبداع بشكل موضوعي. الفرع الثاني هي حريات وحقوق حد المشرع بقيود دستورية وحال تنظيمها إلى المشرع العادي، فهي حقوق يجوز تنظيمها في ضوء ما قرره الدستور من قيود لا يجوز الزيادة عنها أو القياس عليها من قبل المشرع العادي. يعني إذا الدستور أعطى المشرع العادي أحال إليه تنظيم حرية وفتح إليه المجال، فتح إليه السلطة التقديرية، ليس بشكل مطلق. هناك مبادئ ومعروف في عندما تكون أكثر من مبدأ عام يتعارضان يكون هناك التغليب للمبدأ الأسمى. يعني إذا في حرية رأي وفتح حرية الصحافة، حرية الإعلام، فتح شبكات التواصل الإعلامي، وفي قوانين شرع لها، في هناك حقوق أعلى مثل ممارسة حرية الاعتقاد. لو حصل اعتداء، من الواجب على المشرع أن يضع عقوبات، يضع أطر يحمي عقيدة الأفراد، يحمي أمن الوطن من هذا الاعتداء من أي فرد كان، سواء كان حاكم أو محكوم. هذه قواعد عامة. أما النوع الثالث، طبعا هذه من النوع الثاني، مثال حرية الرأي وتكوين الجمعيات الأهلية أو السياسية. أما النوع الثالث فهي حقوق وحريات نص عليها الدستور ولم يبين حدودها، وأحال أمر تنظيمها إلى المشرع العادي. في بعض الأمور مثل الأوضاع الاقتصادية، عندما تكون الأوضاع تقديرية إلى المشرع، عندما يرى هناك أزمة ما ويتطلب من المشرع العادي أن يباشر لحل هذه الأزمة، كما هو الحاصل الآن في البحرين من أزمة اقتصادية. الدستور هو فتح المجال إلى المشرع بأن يشرع قوانين تحمي البلاد من الأزمات الاقتصادية أو من الأزمات الأخلاقية، أي أزمة تطرأ أو أي ظاهرة، هذه تكون بشكل تقديري إلى المشرع ويضع لها قوانين وضوابط لأن يحميها من أي أزمات متلاحقة. يقول ويليام دوغلاس
في كتاب حقوق الشعب تأتي حرية الرأي في التعبير في مقدمة أنواع الحقوق والحريات قاطبة التي يجب أن يحرص عليها الشعب، إذ هي الوسيلة الوحيدة التي للشعب أن يبقى مطلعاً على المعلومات التي تلزمه لكي يمارس أعباء مسؤوليات السيادة الثقيلة. بطبيعة الحال المواطن في كل دساتير الحديثة، يعني ما مريت على دستور ما هو موجود بأن الشعب لابد أن يمارس في الشأن العام ودوره في الشأن العام، لأن الدولة أو السلطات الدولة هو معني بها مباشرة، سواء كان السلطة التشريعية بدءا من الترشح والانتخاب وحتى مراقبة السلطة التشريعية. هذه واجبات هي في الأساس على المواطن، لابد أن يراقب النظام السياسي والسياسة في الحكومة والسلطة وسياسة السلطة التشريعية وسياسة أيضا القضاء عندما ينحرف عن جادته. هذا الواجب أو الملقى على المواطن يقول فيه أغلب الفلاسفة. يعني أنا قرأت عن أفلاطون، عن سقراط، وورسو، أغلب هاي المذاهب الفلسفية في علم الاجتماع، ودائما يركزون على نفس النقطة بأن المواطن هو الجوهر، هو الأساس، لابد أن يبدأ الفرد بتحمل المسؤولية. ليس من الحكومة أن تفتح الباب وتقول لك تفضل عبر عن رأيك، لا، أنت من المفترض كمواطن أن تبادر وتتحمل مسؤولية هذه، حق التعبير وحرية الرأي. حق التعبير إلى 4 أو 5 أسس يمكن موجودة في حال مباشرة، يعني الفرد في انتقاد السلطة سواء سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية. الانتقاد هو لا يمس شخص القاضي أو البرلماني أو الوزير، هو ينتقد سياسة خاطئة. الفلاسفة تقول حتى أدنى الأقل، يعني حتى الأقليات لابد أن تأخذ آراؤهم قد تكون فيها الصواب، وإذا لم يكن فيها الصواب فيها تعزيز إلى 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 عفوا إذا كان فيها خطأ فهي خاطئة، وإذا كان فيها صواب هي تعزز الصواب. ولكن لا يمكن أن نقيد هذه حق التعبير وحرية الرأي بمبرر بأنه ليس حق للأقليات، بما أن الحكم حكم أغلبية وهذا يناقض المبادئ الديمقراطية. أنا أكتفي بهذا القدر، وإذا كان في هناك أي مداخلات أو أسئلة.